بعد النجاح الكبير اللي احنا عملناه على الأرض في الإسكندرية الشهر اللي فات في جمهورية مصر العربية، لما نفذنا الورشة التدريبية الأولى المتخصصة لمحامي حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات، وردود الأفعال القوية اللي عملتها على الأرض والحضور المتنوع اللي شملونا بيه في هذه الورشة ما بين وزارات زي وزارة الداخلية وجهات متخصصة في صناعات عديدة زي القطع، زي قطع التأمين، زي الحديد، حتى الترجمة. ده حتى وصل لنا طلبة بعد ما دخلوش كلية حقوق ومهتمين بالمجال اللي حضروا معانا شخصيات متنوعة خارج الإدارة القانونية بالكامل والامور المختلفه. حضر معانا محامين اصحاب الروب الاسود، حضر معانا كوربريت لويرز ومحامين شركات مهتمين ان هم يفتحوا افاق جديده. وبناء على الطلب الكبير اللي طلبته كتير جدا من الناس واصدقائنا ومتابعينا اللي بيثقوا فينا على ان احنا نكرر هذه الورشه مره تانيه لكن اونلاين، فالنهارده بنستجيب ليهم في ليجل تيك هاب وبنقدم لكم الورشة الخاصة بمحامي حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات، لأن بصراحة آن الأوان بقى إن إحنا نطلق العنان لينا. مستقبل الموجود في الصناعة القانونية بيتطور يا جماعة، مش بس في مصر ولا في الشرق الأوسط، ده في كل حتة في العالم. يجب إن أنتوا تكتشفوا التقاطع القوي بين القانون والتكنولوجيا، وتعرفوا قد إيه إنها بدأت تحتل الصدارة في كل حاجة. يعني بالأخير، لو كنت أنت لسه بتدرس في كلية حقوق أو تخرجت من كلية حقوق أو لسه محامي مبتدئ في حياتك، لا ولا أنت عندك مكتب محاماة وشغال والدنيا جميلة وحلوة معاك، ما بتفكرش إن أنت تستهدف شريحة جديدة من عملائك وتقدم نوعية جديدة من الخدمات؟ وأنتوا اللي بتبدأوا حياتكم العملية ولا لسه بتدرسوا، بلفت انتباهكم من دلوقتي لقطاع جديد هو قطاع البيانات وحمايته والخصوصية المتعلقة بيها والتحديات اللي حواليها. عايز في الورشة بتاعتنا هنكلمكم عن البيانات الضخمة. يعني ايه بيانات ضخمة؟ البيج داتا، وليه انا انشغل بيها، ودورها ايه هو في المشهد القانوني بتاعنا الحالي. هنعرفكم التطبيقات العملية ليها وإزاي نقدر نستفاد بيها كمحامين عشان نلقي الضوء على الدور الجديد اللي بيلعبه المحامين كمحللين بيانات. أيوة أنت سمعتني صح، دور جديد لمحللين بيانات، لأن بدأ يفرض نفسه على السوق الدولية بشكل كبير جدا، وإن البيانات وتحليلها والاستفادة منها أصبح ليه دور كبير جدا وبيأثر على اتخاذ القرارات، سواء إحنا في مكاتبنا، في شركاتنا، في حياتنا كلها. لما نعرف دور البيانات وتحليلها وأثرها قد إيه، هنعرف إن هي مهمة جدا. يا جماعة قالوها وبنقولها وبنكررها تاني، البيانات هي نفط القرن ال21، وبدأت تكتسب السيطرة على الأسواق وبتفتح فرص عديدة جدا من كل المجالات. وده اللي هنعمله في ورشتنا لما هنيجي نكشف أسرار قوانين ولوائح حماية البيانات، منها الجي دي بي ار، جنرال داتا بروتكشن ريجوليشن، وايه الاسباب اللي وراها، وازاي الدول اللي حوالينا هنا سواء كانت في مصر او في الشرق الاوسط بداوا يتاثروا وبدات تصدر تشريعات جديده. احنا شفنا كمان في المملكه العربيه السعوديه بدا اصدار قانون حمايه البيانات، واللائحه التنفيذيه بتاعته خلاص هتدخل حيز النفاذ في شهر سبتمبر القادم. قطاع كبير جدا يا جماعه، انتوا ازاي مش منتبهين ليه ولا شايفينه؟ هي مش رفاهيه ولا تبعية، لا ده أصبح احتياج حقيقي. تعال نستعرض معاكم الأسباب ورا الموضوع ده ليه. تعال نشوف الحالات اللي لما بيحصل اختراقات للبيانات ونوريكم حالات عملية حصلت، إزاي أنت كمحامي ومحامية تقدروا تتعاملوا معاها، إزاي أنت كمحامي لو إنهاوس داخل شركة إزاي تقدر تكتشف أثرها وتعالج عواقبها بشكل عملي ومضمون، وتقدر فيه إن أنت تقلل بقدر الإمكان المخاطر والأضرار اللي هتحصل. تعالى نعرفك على ايه هي اهم الضمانات القانونيه اللي يجب عليها شركتك او موكلينك ان انت تفهمهم النقطه دي وازاي ياخدوا بالهم منها. فالورشه دي
هنعلمكم ازاي تحمي نفسك من الغرامات الكبيره والضخمه اللي ممكن تتفرض على شركتك او عليك لو انت ما اهتمتش بحمايه البيانات ومعالجتها وتخزينها والحفاظ عليها بالشكل اللي بدات تنظمه التشريعات والقوانين. ومش هنسيبكم بس كده، ده احنا كمان هنستعرض معاكم موضوع قوي جدا، هو موضوع البرايفسي بوليسي او سياسات الخصوصيه، وكمان هنفرق بينها وما بين موضوعات الويب سايت تيرمز اند كونديشن اللي احنا بنشوفها في كل حته، والكوكيز ونقاط الارتباط وهذه الامور كلها، وازاي تقراها وازاي تراجعها وازاي تاخد قرارك فيها وازاي تضبط الكلام ده على اجهزتك، وازاي تضحي لشركات لما يجي لك موكل يطلب منك يقول لك انا عايزك تعمل لي سياسه الخصوصيه، ولا تضع لي الشروط والاحكام، بتحطها ازاي؟ هل فكرت في الموضوع ده؟ ده نقطة من النقاط وموضوع مهم جدا هنتكلم فيه عشان نكتشف العالم القانوني الرقمي ده، ونتعمق بقى في سياسات الخصوصية، ونحدد النقاط الضعف القانونية اللي ممكن تيجي من وراها، وإيه هي أهم الشروط والأحكام الرئيسية فيها، وإزاي تكتشف تقنيات حماية الخصوصية، إزاي بقى تبدأ رحلتك في القانون وتكنولوجيا المعلومات. وفي الآخر مش هنسيبكم إلا غير وإحنا بنستعرض معاكم بعض الأدوات اللي خاصة بالذكاء الاصطناعي على أساس إزاي تصمم هويتك الرقمية اللي بيسموها الديجيتال ايدنتيتي، بس إحنا بقى هنركز على الليجل ديجيتال ايدنتيتي، على الهوية القانونية بتاعتنا، وده لما هنيجي نتكلم فيها إن إزاي تشتغل على تحويل علامتك التجارية القانونية، وإزاي تظهر بيها على المحيط بتاعنا، وإزاي تجذب عملاء الجدد، وإزاي تسوق لخدماتك الجديدة، وإزاي تكون المحتوى بتاعك القانوني الرقمي، وتقدر تتعامل في الثورة الحالية اللي موجودة واللي احنا عايشينها ومشاهدينها من خلال استعراض بعض أنواع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي Generative AI في إن أنت تحدد وترسم هويتك القانونية. تقدروا إن شاء الله تنضموا إلينا خلال شهر أغسطس يوم 25 و26 ويوم 1/9 أو 2/9، يوم الجمعة ويوم السبت، جمعة وسبت 4 جلسات. الورشة بتقدم باللغتين العربية والإنجليزية، بالبرزنتيشنز بالإنجليزي والمحاورات والتطبيقات والتدريبات بتكون بالعربي، يعني في كده نهج ما بين الاثنين. الورش كلها هتتعامل بالمواعيد بتوقيت القاهرة من الساعة 6 مساء إلى 9 مساء، وكل الناس اللي ما تمكنوش ان هم يحضروا معانا الورشه بشكل عملي وتطبيقي يسعدنا ان انتم تنضموا الينا في الورشه دي. حاسب لكم رابط التسجيل للمهتمين اللي هم يسجلوا سواء داخل مصر او خارجها، ودمتم بخير.